الله يعطيكم العافية طلابي الأعزاء، محاضرة اليوم رح نحكي فيها عن سايكل بتصير بجسمي اسمها تراي كاربوكسيليك أسيد سايكل، أو بنختصرها تي سي اي سايكل، أو بنحكي عنها كريبس سايكل. احنا لما ناخذ مصادر الطاقة مثل الكربوهيدرات والفاتس والبروتين، هاي المصادر الطاقة بتتحطم للبيلدينج بلوكس، يعني الليبيد بتتحطم بيطلع منها الفاتي اسيد، البروتين بتتحول لامينو اسيد، والكربوهيدرات بتنتج منها الجلوكوز. هاي البيلدينج بلوكس بتتحول لمركب اسمه اسيتيل كو انزيم اي، مركب الاسيتيل كو انزيم اي هو اللي بيدخل الكريبس سايكل. حكينا كريبس سايكل نفسها التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل او تي سي اي سايكل. ذا سيدريك ونفسها تي سي اي سايكل كمان بنحكي عنها سيتريك اسيد سايكل. فاذا هاي السايكل لها ثلاث اسماء، تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل، كريبس سايكل او سيتريك اسيد سايكل. هاي السايكل بنحكي عنها امفي بولينج. شو يعني امفي بولينج؟ هاي سايكل بلاي ارول ان كاتابوليزم اند انابوليزم، يعني هاي سايكل لها دور بعمليات البناء وبعمليات الهدم. اللي بيصير التالي بشكل مختصر انه بكون في عندي 2 كاربون اتومز انتر ذا سايكل از اسيتيل كو انزيم ام. دائما لما بحكي اسيتيل يعني في عندي كربونتين، ففي عندي كربونتين بيدخلن هاي السايكل هي التي سي اي سايكل على شكل اسيتيل كو انزيم اي، وبيطلعن على شكل سي او 2. هاي السايكل اكيورز توتالي ان ذا ميتوكوندريا، يعني التي سي اي سايكل بتصير بالميتوكوندريا. كل بروسيس او كل عملية بنشرحها لازم نعرف باي جزء من الخلية بتصير. فالتي سي اي سايكل بتصير بالميتوكوندريا، والتي سي اي سايكل از ان ايروبيك باث واي. ايروبيك حكينا يعني هوائي، لانه بيكوز او 2 از ريكوارد از ذا فاينل الكترون اكسبتور، انه بهاي العملية بحتاج الاكسجين كمستقبل أخير للإلكترون من الـ NADH والـ FADH اللي راح ينتجوه من الـ TCA سايكل. فباختصار مهم هاي الرسمة جدا تعرفوها، إنه راح نضل نرجع ونحكي عنها. فمثلا لما احنا شرحنا عن الجلوكوز وحكينا كيف بيدخل لعملية الجلايكولوسيس بتحول لبايروفيت، حكينا عملية الجلايكولوسيس في عندي انيروبيك جلايكولوسيس وعندي ايروبيك جلايكولوسيس. انيروبيك جلايكولوسيس اللي بتصير بحالة عدم وجود الاكسجين، الايروبيك جلايكولوسيس اللي بتصير في حالة وجود الاكسجين، وهنا البايروفيت راح تتحول لمركب الاسيتيل كو انزيم اي ويدخل التي سي اي سايكل. فلما بحكي ايروبيك جلايكوليسيز، الجلوكوز بصير له جلايكوليسيز وبتحول لبايروفيت، بعدين البايروفيت بتحول عن طريق انزيم اسمه بايروفيت ديهايدروجينيز كومبلكس لمركب اسمه الاسيتيل كو انزيم اي. هاي الاسيتيل كو انزيم اي راح تدخل السيتريك اسيد سايكل او التي سي اي سايكل، وهاي السايكل راح نشوف انه بينتج منها ان اي دي اتش والاف اي دي اتش 2. هذول الاثنين رح يروحوا بالنهاية على الإلكترون ترانسبورت تشين اللي أو بنسميها الريسبيراتوري تشين، اللي بتأخذ الإلكترونات من الـ NADH والـ FADH، وخلال عملية انتقال الإلكترونات بينتج ATP. نفس الشيء رح نشوف بالنسبة للفاتي أسيد، كمان رح تتحول الفاتي أسيد لمركب اسمه الأسيتيل كو إنزيم A، والامينو اسيد كمان راح تتحول لمركب اسمه الاسيتيل كو انزيم اي، وهذا الاسيد اللي بيدخل السيتريك اسيد سايكل. والسيتريك اسيد سايكل برجع بعيد بيطلع منها ان اي دي اتش واف اي دي اتش 2 اللي بيروحوا على الريسبيراتوري تشين او الكترون ترانسبورت تشين، وبينتج عندي الجزيئات الاي تي بي. فاول اشي بدنا نحكي how is pyruvate converted to acetyl coenzyme A، يعني البايروفيت اللي نتج من عملية الجلايكوليسيز كيف بدي احوله اول اشي لمركب اللي حكينا اسمه acetyl coenzyme A. المحاضرة الماضية الجلايكوليسيز بتصير حكينا بالسيتوبلازم تبع الخلية، طب حكينا الـ TCA cycle بصير بالميتوكوندريا of the cells. فأول إشي البيروفيت must be transported into the mitochondria before it can enter the TCA cycle. فإذا بالأول البيروفيت اللي نتجت من الجلايكوليسيز لازم أنقلها من السيتوسول للميتوكوندريا.
هاي العملية نقل البيروفيت من السيتوسول للميتوكوندريا بتتم عن طريق سبيسيفيك بيروفيت ترانسبورتر، بتساعد البيروفيت انها تخترق الانر ميتوكوندريا الممبران. رح نشوف ان احنا اكثر اشي بتواجهه المركبات مشكلة حتى تفوت الميتوكوندريا او تطلع من الميتوكوندريا هو الانر ميتوكوندريا الممبران. هلا الميتوكوندريا في الها غشائين انر واوتر، عادة اختراق الاوتر ممبرين ما بيكون فيه مشكلة، بالعادة الاختراق بيكون فيه مشكلة من خلال الانر ميتوكوندريال ممبرين. فاذا فعندي ترانسبورتر نواقل خاصة للبايروفيت بتساعد البايروفيت انها تخترق الانر ميتوكوندريال ممبرين. مجرد ما نصير البايروفيت ان ذا ماتريكس، ماتريكس يعني لب الميتوكوندريا، هون عندي البايروفيت بتحول لمركب الاسيتيل كو انزيم عن طريق انزيم مهم جدا تعرفه اسمه البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس. فهي الميتوكوندريا، هاي الاوتر ميتوكوندريا الممبرين، وهاي الانر ميتوكوندريا الممبرين، وهذا اللب اللي هو الماتريكس. فأنا عندي هذا البيروفيت، بركب البيروفيت. بنشوف البيروفيت بتكون من ثلاث كربونات، كربونة ثانية ثالثة، عن طريق إنزيم اسمه البيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس بشيل واحدة من هاي الكربونات على شكل CO2، وبيجي مركب اسمه الكو إنزيم A. الكو إنزيم A هون في هذا الكوإنزيم A بيكون مرتبط على كمان سلفر جروب، بيرتبط مع الكربونة وبينتج مركب اسمه الأسيتيل كوإنزيم A. فإذا البيروفيت عن طريق إنزيم اسمه البيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس بيحول البيروفيت للأسيتيل كوإنزيم A عن طريق إنه بتطلع واحدة من الكربونات اللي على البيروفيت على شكل CO2، وبيرتبط عندي الكوإنزيم A وبتكون الأسيتيل كوإنزيم A. هذا الانزيم حتى يشتغل بده كو انزيم، بده مواد تساعده حتى يشتغل زي ال NAD بلس. خلال عملية تحويل البيروفيت لأستيل كو انزيم A يتم تحويل ال NAD بلس ل NADH. فهاي ال NADH راح تروح على الالكترون ترانسبورت شين وينتج منها طاقة. فمهم جدا اعرف كل عملية بتصير عندي كم NADH بيطلع منها، كم FADH وكم ATP. فعملية تحويل البيروفيت للأسيتيل كو إنزيم A بينتج منها مولكيول 1 مولكيولز اوف NADH. هاي ال NADH راح تروح على الالكترون ترانسبورت شين وينتج منها ATP. كمان الكو إنزيم اللي بيحتاجه البيروفيت دي هيدروجينيز مركب اسمه TBB والFAD والمغنيسيوم ومادة اسمها اللايبويك أسيد. فالبايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس is not part of TCA cycle، يعني هذا الانزيم هو ليس جزء من ال TCA cycle. بايروفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي lead to shunted of بايروفيت to lactate. يعني في حالة كان عندي نقص بانزيم البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، البيروفيت اللي نجت من الجلايكوليسيس شو بده يصير فيها؟ عن طريق راح تتحول من بيروفيت لمركب اسمه اللاكتيت اللي شرحنا عنه بحالة الانيروبيك جلايكوليسيس. فهاي الرسمة بتوضح عندي التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل. معظم السايكل واللي بيصير فيها راح نشرحها على هاي الرسمة، السلايدات اللي ورا هي توضيح راح نشرحه هون. أول إشي من الجلوكوز from glycolysis حكينا بيتكون عندي بايروفيت. طبعا نتذكر إنه كل جلوكوز بيعطيني 2 بايروفيت، فأنا هون راح أحكي شو بصير عندي على 1 بايروفيت، وهاي العملية بتصير مرة ثانية على مركب البايروفيت الآخر اللي نتج من الجلوكوز. فالبايروفيت عن طريق إنزيم اسمه البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس بيطلع منه كربونة على شكل CO2، وبيطلع عندي هون كمان NADH، وبينتج مركب الأسيتيل كو إنزيم A. هلا الأسيتيل كو إنزيم A بده يدخل هاي الكريبس سايكل. كريبس سايكل أو تراي كاربوكسيليك أسيد سايكل أو سيتريك أسيد سايكل، هاي كل الأسماء موجودة هون، تتكون من 8 خطوات. أول خطوة مرقمة هيها 1، شو اللي بيصير؟
الاسيتيل كو انزيم اي بيدخل التي سي اي سايكل ويتفاعل مع مركب اسمه اوكزالو اسيتات. فاول خطوه الاسيتيل كو انزيم اي بيرتبط مع مركب اسمه الاوكزالو اسيتات عن طريق انزيم اسمه ستريت سينثيز، وبينتج مركب اسمه ستريت. وهون الكو انزيم اي اللي كان على الاسيتيل كو انزيم اي اتحرر طلع. الاوكزالو اسيتات بتكون من 4 كربونات، والاسيتيل كو انزيم اي بتكون من كربونتين. فلما بدمج الاسيتيل كو انزيم اي مع الاوكزالو اسيتات راح ينتج مركب الستريت فيه 6 كربونات. ثاني انزيم اسمه الاكونيتاز. الاكونيتاز هذا فقط بغير شكل الستريت وبينتج عندي مركب اسمه ايزو ستريت. الايزو ستريت بيشتغل عليه انزيم بالخطوة الثالثة اسمه ايزو ستريت ديهايدروجينيز. بهاي الخطوة واحدة من الكربونات اللي موجودة على الايزو ستريت بتطلع على شكل سي O2 وبينتج عندي أول مركب NADH، وهي بنسميها خلال الـ TCA cycle the first oxidation reduction reaction، يعني أول تفاعل أكسدي واختزال بصير عندي. وبينتج مركب اسمه ألفا كيتو جلوتاليت، ومهم جدا تعرفوه رح يمر معنا لقدام كثير، وحتى بعملية خلال الميتابوليزم للأمينو أسيد. الالفا كيتو جلوتاريت هذا بيشتغل عليه انزيم اسمه الفا كيتو جلوتاريت ديهايدروجينيز بالخطوة الرابعة، وبيطلع عندي كمان CO2. هذول الكربونتين مصدرهم هو الاسيتيل كو انزيم اي، يعني هون هاي الكربونة وهاي الكربونة اللي كانن على الاسيتيل كو انزيم اي طلعن على شكل CO2، وهاي كمان بهاي الخطوة الرابعة بينتج كمان عندي NADH، فبنحكي عن the second oxidation reaction. بينتج عندي مركب اسمه سكسين الكو انزيم A، يعني انا هون عندي هاي الالفا كيتو جلوتاريت عن طريق انزيم اسمه الفا كيتو جلوتاريت ديهايدروجينيز تطلع كربونة على شكل CO2، وبصير عندي بنتج NADH، وبيجي عندي كو انزيم A بيرتبط مع المركب اللي بينتج عندي وبتكون مركب اسمه سكسين الكو انزيم A. وهذا كمان مهم جدا نعرفه، سكسين الكو انزيم A. الخطوة الخامسة عندي انزيم اسمه سكسين الكو انزيم A سينثيتيز. هون سكسين الكو انزيم A بيتحول لمركب اسمه سكسينات، وبهاي الخطوة بتيجي عندي ذرة فوسفات وبترتبط مع مركب اسمه الجي دي بي. الجي دي بي نفس فكرة الاي تي بي، يعني احنا عندنا الاي تي بي اسمه ادونيسين تراي فوسفات، اذا كان اي دي بي هو ادونيسين داي فوسفات، هون الجي دي بي هو جوانين داي فوسفات. فالجوانين داي فوسفات هذا بياخذ ذرة فوسفات من الموجودة بجسمي وبتحول لجي تي بي. هاي الجي تي بي ذرة الفوسفات اللي عليها بترجع بتعطيها لاي دي بي لادينوسين داي فوسفات، وبينتج عندي جزيء اي تي بي. فبالخطوة الخامسة بينتج عندي جزيء اي تي بي. السكسينات اللي تكون هون خلال الخطوة الخامسة بيجي عليه انزيم اسمه السكسينات ديهايدروجينيز، وبهاي الخطوة السكسينات بتحول لمركب اسمه الفيوماريت وبينتج عندي FADH2. بعدين الفيومر هاي الخطوة رح نرجع نشرح عليها بعد ما نخلص الكريس سايكل كلها. بعدين الفيوماريت بيشتغل عليه انزيم اسمه الفيوماريز وبيحوله لمركب اسمه ملات. اخر خطوة الخطوة الثامنة بيجي عندي انزيم اسمه ملات ديهايدروجينيز،
وبيحول الملات للمركب اللي اسمه أوكسالو أستات، اللي هي نقطة البداية اللي بدأنا منها السايكل، وبينتج عندي NADH، وهذا كمان يعتبر أوكسيديشن ريدكشن رياكشن. فأنا ليش سميناها سايكل حلقة؟ لأن النقطة اللي ببدأ فيها اللي هي الأوكسالو أستات مشيت فيها ورديت رجعت لعندها، يعني نقطة البداية كانت نفسها نقطة النهاية. فنرجع نعيد بشكل سريع، إذا أنا عندي الجلايكوليسيز، من الجلايكوليسيز بنتج عندي تو بايروفيت، كل بايروفيت بده يصير له اللي بحكيه كالآتي، لكن هذا الإشي بيصير كمان على جاي البايروفيت الآخر اللي ناتج من الجلايكوليسيز. البايروفيت بتحول عن طريق إنزيم اسمه البايروفيت دي هيدروجيناز لمركب اسمه الأسيتيل كو إنزيم A. هاي الخطوة بخسر فيها كربون من الموجودة على البايروفيت على شكل CO2 وبينتج عندي NADH. هاي الخطوة طبعا عملية تحويل البايروفيت للأسيتيل كو إنزيم A لا تعتبر خطوة بالتي سي اي سايكل، هي خارجية. أول خطوة بالتي سي اي سايكل هي عملية دمج أو ربط الأسيتيل كو إنزيم A مع الأوكسالو أسيتات، وحكينا الأوكسالو أسيتات بتكون من 4 كربونات والأسيتيل كو إنزيم A من كربونتين عن طريق إنزيم اسمه ساترات سينثيز. بتطلع الكو إنزيم A لحالها وبينتج مركب اسمه ساترات فيه 6 كربونات. استرات بالخطوة الثانية بتحول لمركب اسمه الأيزو ساترات فيه 6 كربونات. الأيزو ساترات عن طريق إنزيم اسمه الأيزو ساترات دي هيدروجينيز بيخسر كربونة على شكل CO2 وبتكون عندي مركب من الـ NADH أو 1 molecules of من الـ NADH وبنتج مركب اسمه الألفا كيتو جلوتارات. الألفا كيتو جلوتارات بيشتغل عليه إنزيم اسمه الألفا كيتو جلوتارات دي هيدروجينيز وبيطلع عندي 1 كربوني على شكل CO2 بينتج NADH. بهاي الخطوة كمان بيدخل عندي كو إنزيم A فبيرتبط الكو إنزيم A وبينتج مركب اسمه سكسن الكو إنزيم A. هلأ السكسن الكو إنزيم A بيشتغل على إنزيم اسمه سكسن الكو إنزيم A سينثيز. هذا الإنزيم بيجيب ذرة فوسفات بيربطها على الجي دي بي بتحول لجي تي بي، وبعدين الجي تي بي اللي هو جوانين التراي فوسفات بعطي ذرة فوسفات للأي دي بي وبينتج عندي 1 مولكيولز اوف اي تي بي. بينتج هون هاي نتيجة الخطوة الخامسة مركب اسمه السكسينات. السكسينات بتحول لفيوميرات وهاي الخطوة بينتج فيها 1 مولكيولز اوف اف اي دي اتش 2. الفيوميرات بيشتغل عليه انزيم الفيوميريز وبتحول لملات، واخر اشي عندي انزيم اسمه الملات دي هيدروجينيز بيحول الملات لأوكسالو أسيتات وبينتج مركب من ال NADH. فمنشوف كل كريبس سايكل بينتج منها 3NADH هون 1 2 3، بينتج منها واحد من ال FADH2 وبينتج منها جزيء ATP. مهم أعرف كل كريبس سايكل أو تراي كاربوكسيليك أسيد سايكل شو بينتج منها، لأنه هذا رح يدخل بحساب عدد جزيئات الطاقة اللي بتنتج نتيجة تكسير كل مركب من الجلوكوز. هلا الـ NADH والـ FADH2 رح يروحوا على الإلكترون ترانسبورت شين، يعطوا الإلكترونات للإلكترون ترانسبورت شين الموجودة بالـ inner mitochondrial membrane وهناك يتم توليد الطاقة. هاي السيدات رح نمر على السايكل بشكل سريع وعن كل خطوة حكينا عنها. فحكينا أول خطوة اللي هي عملية تكوين الستريت عن طريق ارتباط الأوكسالو أسيتات مع الأسيتيل كو إنزيم A، وهذا الرياكشن بنسميه كوندنسيشن، بنسميه كوندنسيشن رياكشن. وحكينا بينتج عندي ستريت. ستريت سينثيز بصير له انهيبيشن عن طريق اتس برودكت اللي هو الستريت والسبستريت افيلابيليتي، يعني توفر المواد الاوليه او المواد اللي بيشتغل عليها الانزيم. هي طريقه اخرى بصير خلالها ريجوليشن للانزيم الستريت سينثيز. طبعا السبستريت افيلابيليتي اللي هم الاسيتيل كو انزيم اي والاوكسالو اسيتات. ثاني خطوه بصير في عندي ايزومرايزيشن اللي هو تحول الستريت للايزو ستريت. ثالث خطوة هي عبارة عن oxidation and decarboxylation of isocitrate.
هذا مركب الايوسيترات بصير في عندي اوكسيديشن ريدكشن، بينتج عندي ان اي دي اتش، بينتج مركب بالنهايه اسمه الالفا كيتو جلوتارات، وهذا الرياكشن يعتبر ديكاربوكسيليشن لاني بشيل سي او 2. هذا الرياكشن يعتبر the first oxidation reaction، والايزوتريت dehydrogenase بصير له activation عن طريق ال ADP، والكالسيوم بصير له inhibition عن طريق ATP and NADH. هون كمان في عندي oxidation reaction، وكمان بكون في عندي decarboxylation. الالفا كيتو جلوتاريت وعندي NAD plus بيتحول ل سكسن الكو انزيم A وبيطلع عندي CO2، عشان هيك اسمه decarboxylation، وبينتج another NADH. فالالفا كيتو جلوتاريت ديهايدروجينيز اللي بسرع هاي الخطوة الرابعة بصير له inhibition by its product اللي هم ال NADH والسكسن الكو انزيم A، وبصير له activation عن طريق الكالسيوم. الخطوة الخامسة بصير عندي كليفيج، يعني انقسام لسكسن الكو انزيم A، وبتحول السكسن الكو انزيم A لسكسينات، وحكينا بهاي الخطوة بينتج عندي جي تي بي، وبتطلع الكو انزيم A لحالها بشكل حر، والجي تي بي بيروح بيعطي ظرف الفوسفات اللي عليه لل ADP وبينتج A تي بي. فهذا يسمى كليفيج، انقسام لسكسن الكو انزيم A، لأنها تطلع الكو انزيم A لحالها وبينتج عندي مركب السكسينات. الخطوة السادسة بصير في عندي oxidation of succinate. Succinate is oxidized to fumarate عن طريق انزيم اسمه succinate dehydrogenase، وال FAD بتتحول ل FADH2. هذا يعتبر the third oxidation reaction. معلومة جدا مهم نعرفها، انه السكسينات احنا حكينا كل ال TCA سايكل بتحدث جوا الميتوكوندريا، ان ذا ميتوكوندريا الماتريكس، لانه كل الانزيمات تبعونها موجودة جوا الميتوكوندريا الماتريكس، ما عدا انزيم السكسينات دي هيدروجينيز هو ذا اونلي انزيم اوف TCA سايكل موجود بالانر ميتوكوندريا الممبرين، لانه هو بيشتغل as complex 2 of electron transport chain. فإذا السكسينات عن طريق السكسينات دي هيدروجينيز بتحول لفيومارات وينتج FADH2. هاي الإلكترون ترانسبورت تشين اللي شرحنا عنها محاضرة الأكسيدات والفوسفوليريشن. حكينا الإلكترون ترانسبورت تشين بتتكون من 4 بروتين كومبلكس، هن كومبلكس 1 كومبلكس 2 3 4، وبتتكون من كو انزيم كيو ومن سايتوكروم سي. تذكر لما شرحنا على الإلكترون ترانسبورت تشين حكينا كومبلكس 2 اللي هو سكسينات دي هيدروجينيز رح نتركه لحد ما نحكي على تي سي اي سايكل. فهذا السكسينات دي هيدروجينيز اللي هو جزء من او بيشتغل بالتي سي اي سايكل هو موجود بالانر ميتوكوندريال ممبرين، لما بيحول السكسينات لفيومارات بينتج عندي اف اي دي اتش 2. الفيومارات بتكمل بالتي سي اي سايكل، والاف اي دي اتش 2 بتروح بتعطي الالكترونات اللي عليها للكو انزيم كيو، وثم للكومبلكس 3، وبعدين لسايتوكروم سي، وبعدين للكومبلكس 4، اخر شيء الاكسجين. وخلال عمليه انتقال الاف اي دي اتش 2 بينتج عندي جزيئات الاي تي بي. فاذا كل التي سي اي سايكل، كل انزيمات التي سي اي سايكل موجودات جوا الميتوكوندريا الماتريكس، ما عدا السكسينات دي هيدروجينيز اللي هو بشكل كومبلكس 2 بالالكترون ترانسبورت تشين موجود بالانر ميتوكوندريا ممبرين. الخطوة السابعة الفيومارات بصير له هايدريشن. هايدريشن يعني بضيف له جزيء ماء، وعندي انزيم اسمه الفيوماريز بيشتغل عليه وبيحوله مركب اسمه ملات. آخر خطوة الملات بتحول لأوكزالو أسيتات، وبصير عندي أوكسيديشن ريدكشن رياكشن بينتج عندي NADH. فأوكزالو أسيتات اللي استخدمته بالبداية السايكل رجعت أنتجته، فنقطة البداية رجعت انتهيت عندها. طب شو التوتال اي تي بي اللي بحصل عليهم من الكريبس سايكل؟ هلا حكينا كل كريبس سايكل بينتج منها 3 ان اي دي اتش، واحد FADH2 وواحد GDB أو ATP، يعني سواء بحكي GDB أو ATP نفس الإشي. هذا جدا مهم نعرفها ومهم نحفظها. كل أسيت الكو إنزيم A
ورح نعيدها كثير، ولما نحسب الاي تي بي اللي بينتج من الكريبس من الجلوكوز، ونحسب الاي تي بي اللي بينتج من الفاتي اسيد، لازم اعرف انه كل اسيد الكو انزيم ايه بفوت على الكريبس سايكل بينتج منه 3 ان اي دي اتش، 1 اف اي دي اتش 2، 1 اي تي بي. فلما بدي احسب الطاقه اللي بتنتج فقط من الكريبس سايكل، لازم اعرف انه كل ان اي دي اتش، كل واحد ان اي دي اتش بروح على الالكترون ترانسبورت شين بينتج منه 3 جزيئات اي تي بي. فانا كل واحد من الان اي دي اتش بروح على الالكترون ترانسبورت شين بينتج منه 3 اي تي بي. يعني لما بعطي الالكترونات لان اي دي اتش، لما بعطي الالكترونات للالكترون ترانسبورت شين، كل واحد ان اي دي اتش بينتج منه 3 اي تي بي، وكل واحد اف اي دي اتش 2، يعني مش عارف اكتب لكم اياها كويس، بيروح على الالكترون ترانسبورت شين بينتج منه 1 اي تي بي. هذا كمان مهم جدا تعرفوها. فبما انه انا كل كريبس سايكل بينتج عندي 3 ان اي دي اتش، فكل الاي تي بي اللي بينتج من الكريبس سايكل بسبب الان اي دي اتش مقدارهم 9، لانه كل واحد ان اي دي اتش بيعطيني 3، فانا كل كريبس سايكل بتعطيني 3 ان اي دي اتش، في 3 ضرب 3 9. كمان كل كريب سايكل تعطيني 1 اف اي دي اتش، لما بروح على الكريب سايكل اف اي دي اتش بيعطي الالكترونات تبعونه، انا عندي بس 1 اف اي دي اتش، وكل اف اي دي اتش بروح على الالكترون ترانسبورت شين بيعطيني اسف ان هون خربطت، كل واحد اف اي دي اتش بروح على الكريب سايكل، كل واحد اف اي دي اتش بروح على الالكترون ترانسبورت شين بيعطيني 2 اي تي بي. اسف خربطت، كل واحد اف اي دي اتش 2 بيروح على الالكترون ترانسبورت شين بيعطيني جزيئين من الاي تي بي. فانا الكريبس سايكل تعطيني 1 اف اي دي اتش بيروح على الالكترون ترانسبورت شين بينتج منه جزيئين اي تي بي. واخر اشي انه انا عندي اصلا الكريبس سايكل بتنتج عندي 1 جي تي بي او 1 اي تي بي حر. ف 9 زائد 2 11 زائد 1 12. فكل كريبس سايكل، كل اسيت الكو انزيم اي بصير له اوكسيديشن وبفوت على الكريبس سايكل بنتج منه 12 جزيء من الاي تي بي. فبرجع بعيد، مهم نعرف انه كل ان اي دي اتش بروح على الالكترون ترانسبورت شين رح يعطيني 3 جزيئات من الاي تي بي، وكل واحد من اف اي دي اتش 2 بروح على الالكترون ترانسبورت شين رح يعطيني 2 اي تي بي. كل كريبس سايكل، يعني كل اسيت الكو انزيم اي بفوت على الكريبس سايكل بعطيني 3 ان اي دي اتش، 1 اف اي دي اتش 2، 1 جي تي بي او 1 اي تي بي. لما بعمل عملية حسابية فبيطلع عندي كل اسيت الكو انزيم اي بفوت على الكريبس سايكل، يعني كل كريبس سايكل بتصير بجسمي بينتج منها 12 جزيء من الاي تي بي. هلأ هون هاد السلايد بيوضح عندي شو الأشياء اللي بتعمل ريجوليشن للكريبس سايكل. فمثلا عملية ارتباط الأسيتيل كو إنزيم A مع الأوكزالو أسيتيل لتكوين الستريت عن طريق إنزيم الستريت سينثيز، فهاي الخطوة الستريت سينثيز بصير له إنهيبيشن عن طريق الـ ATP والـ NADH والسكسن الكو إنزيم A والستريت اللي هو البرودكت. عملية تحويل الأيزو ستريت الالفا كيتو جلوتاريت بصير له انهيبيشن عن طريق الاي تي بي والان اي دي اتش، لكن تحفيز عن طريق الاي دي بي والان اي دي بلس. عمليه تحول الفا كيتو جلوتاريت لستكسن الكو انزيم اي، الانزيم اللي بيعمل هاي الخطوه اللي هو الالفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز بصير له انهيبيشن عن طريق الاي تي بي والان اي دي اتش اند سكسن الكو انزيم اي. تحول الخطوة الأولى هاي مش من سكسن الكو انزيم A، آسف، عملية تحول بايروفيت لست الكو انزيم A اللي بتتم عن طريق انزيم البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس بصير لها انهيبيشن عن طريق الـ ATP والست الكو انزيم A and NADH. زي
زي ما حكينا بالبداية إنه الكريب سايكل اسمها أمفيبوليك، يعني بتدخل بعمليات الأنابوليزم البناء والهدم. فمثلا هون نشوف إنه المواد اللي بتتكون خلال الأسيتيل كو إنزيم إيه آسفة تتكون خلال الكريب سايكل بتستخدم في بناء بعض الأشياء جوا الجسم. فمثلا السيتريت بيدخل بعملية تصنيع الفاتي أسيد الأحماض الدهنية، الألفا كيتوغلوتاريت بيدخل بعملية تصنيع الأمينو أسيد وتصنيع النيورو ترانسميترز النواقل العصبية بالدماغ، السكسن الكو إنزيم A يدخل بعملية الهيم سينثيسيس، الملايات بيدخل بالجلوكونيوجينيسيس وراح نشوفها لما نشرح عن بروسيس بتصير بجسمي اسمها الجلوكونيوجينيسيس، كمان راح أشوف كيف الأوكسال أسيت بتدخل بعملية تصنيع الأمينو أسيد. مش معنى حفظهم لانه اصلا رح يمروا علينا، يعني ما بدي اياكم تحفظوا كل واحد بيدخل بعمليه تصنيع شو، لانه كل رح يمر علينا. رح نشوف لما بتصير عمليه تصنيع الامينو اسيد رح يكون في عندي الالفا كيتوجلوتاليت والاوكسالو اسيتات، كيف لما بتصنع الجلوكو كيف في عمليه الجلوكونيوجينيسيس رح يكون في عندي الملات. طب شو من الفيتامينز اند مينرال ريكوايرد فور تي سي اي سايكل؟ اكيد بحتاج الان اي دي بلس والاف اي دي لانه شفنا انه بنحتاجهم خلال السايكل. كمان المركب اسمه البنتو ثينات الثيامين، بيوتين، مغنيسيوم، كالسيوم، حديد وفوسفيت. الله يعطيكم العافية. هاي المحاضرة تي سي اي سايكل مهمة جدا، تعرفوها وين بتصير تفاصيلها شو بينتج منها. لازم نعرف ان الاستيل كو انزيم ايه هو اللي بيدخل الكريب سايكل، وكل استيل كو انزيم ايه بيدخل يعني او بيدخل في فقط كريب سايكل وحده، وكل استيل كو انزيم اي بيدخل الكريب سايكل بينتج منه 12 جزء من الاي تي بي عن طريق 3 ان اي دي اتش 1 اف اي دي اتش 1 دايركت اي تي بي، بنسميه بينتج اي تي بي بشكل مباشر. والله يعطيكم العافيه.